الرئيس السيسي يعلن بدء حملة التطعيم ضد كورونا اليوم والبداية بالأطقم الطبية وكبار السن. الصحة تعلن تسجيل 680 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و49 حالة وفاة. بايدن وجونسون يبحثان ترسيخ التحالف بين بريطانيا والولايات المتحدة في أول اتصال هاتفي بينهما. الثالثة صباحاً، الواحدة بتوقيت غرينتش. موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجود فرصة كبيرة للشركات والمصانع المصرية للعمل في تطوير القرى، وأشار الرئيس السيسي في تصريحات للصحفيين والإعلاميين ببورسعيد على هامش افتتاحه عدداً من المشروعات إلى أن حملة التطعيم ضد كورونا ستبدأ اليوم الأحد، والبداية ستكون بالأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 680 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا ووفاة 49 حالة جديدة. وأكد المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد خروج 573 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليبلغ إجمالي المتعافين 126,176 حالة. وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 161,143 حالة و 8,902 وفاة. تراجع عدد المصابين بفيروس كورونا في وحدات الرعاية الفائقة بفرنسا للمرة الأولى منذ أسبوعين، وسجلت وزارة الصحة الفرنسية 23,924 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات 24 الماضية، فيما تراجع عدد الوفيات اليومي في المستشفيات ليسجل 230 حالة وفاة جديدة. نشر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تغريدة أعرب فيها عن السعادة بعد أن أجرى أول مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن. وكتب جونسون أنه يتطلع إلى تعميق التحالف طويل الأمد بين بريطانيا والولايات المتحدة في الوقت الذي يتحرك العالم نحو تعافي مستدام من فيروس كورونا المستجد. وقال بيان لمكتب جونسون أن الأخير أبدى ترحيبا بقرار بايدن الانضمام إلى اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، وأضاف البيان أن الزعيمين جددا التزامهما بتحالف الناتو. أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن استعداده لفتح صفحة جديدة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، داعيا إلى التأسيس لمسار جديد بعد سنوات من العلاقات المتأزمة مع الرئيس السابق دونالد ترامب. وقال الرئيس الإشراكي أمام أنصاره أن فنزويلا على استعداد لقلب الصفحة مع الإدارة الأمريكية الجديدة وفتح مجال للحوار الذي يستند إلى الاحترام المتبادل والتواصل والتفاهم. أدانت الخارجية الأمريكية في بيان ما وصفته بعنف السلطات الروسية تجاه المتظاهرين والصحفيين في احتجاجات أنصار المعارض الروسي نافالني. طالبت الخارجية الأمريكية السلطات الروسية بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، والذي وصل عددهم بحسب تقارير إلى أكثر من 2000 معتقل، وتظاهر عشرات الآلاف في أنحاء متفرقة من روسيا احتجاجا على احتجاز السلطات للمعارض السياسي أليكسي نافالني الذي تم اعتقاله الأسبوع الماضي. انتهى الموجز، ويتبقى أن نحيي المشاهدين المشاهدين بأن تردد إكسترا نيوز الجديد 11,785 ومعدل الترميز 27,500 أمام عامل الاستقطاب فهو رأسي. كنت معكم أنا سارة عبدالله، إلى اللقاء.
من يسأل السؤال الصحيح في التوقيت المناسب يحصل على الإجابة الأدق، ومن يبحث عن الحلول ومستعد لتحمل صعابها لا يخشى المواجهة. المواجهة مع لما جبريل، الأربعاء والخميس الساعة 10 مساء على إكسترا نيوز.